مساكم الله بالخير وإن شاء الله تكونوا بخير أنتم وأسركم الكريمة. يا هلا والله مسهلا. قاعد أنا مكتبي ولا عندي من الشيطان طريق، كان عندي حسية ذيك اللي عطس 30 عطس ورا بعض. المهم جاء لميك الرجال وقال لي يا أخوي أنا خابر لك واحد يتوي واحدة واحدة. أخذت العنوان ورحت لأمه يوم دخلت عنده، ولا عندها السكرتير حقه بنت البكار، هذا النيرس الله يجيركم. المهم قلت الله لا يهينك يا الشيخ اليتوي، قال سمع عطنا 50 ريال واسمك ورقم جوالك. عطيته 50 ريال ودخلن على اللي يتسوي، ولو قاعد مسيب طويل أبوه باخر وكرسي تقعد عليه والشيخ تحتك. الشيخ يقعد تحتك حاطنا الدوافير، مو بشيخ ويتسوي بس ما ادري يسمونه اللي يتسوي دايما يسمونه شيخ، حاطن دوافير و... قال وش بك يا رقيبه؟ قلت نبي حساسيه جبن فيي. قال طيب انا عندي لك عندنا عرض اليوم. قال الحساسيه خلف خلاف الرجل واليد، وعندنا عرض زود 20 ريال اسوي رجلك الثاني على النواسير والدمامل و... قلت طيب انا ما بي ذولي. قال يا ابي حلال تسوى انت، يمكن يجنك يعني مثل قولت انك امتن العرض، يعني لما العرض عندنا. المهم انه شغل الدوافير اكسجين نار توحش، حاطن عليها الملاقيط على هالدوافير ذول. هم كل شوي يسحب من القاعد، هم يحط عند وجهي كذا يقول ايه وابوك متقاعد ولا الى الان على راس العمل؟ وانا ناظر هالصيخ، والصيخ ذا احمر وحمره ما يتسوين بو لون عقب الحمار، وش يحتري حمر الصيخ الحديد غدا احمر يرجعه يوم غدا ازرق اضربوه لون بعد الاحمر ازرق اعلى درجات الصخرة الحديد. قال لي سم بالله وانا ابوك، انا قايل لي اللي ناصح ذاك النترة تشه كذا. قلت بسم الله الرحمن الرحيم. يوم قال امر تطلع دخانة فظيعة ريحة شوي، دخان يطلع علي من عند لحية الشيخ، الشيخ لحيته طويلة كذا. انا احسب الشيخ، احسب الدفور طح على الشيخ وعلز الشيخ لسه اشوفه دخان، وابدا اوخر كذا بدور الشيخ وش يوم خفت دخان كذا ومر يطلع الشيخ. قال جاك الم؟ قلت له. قال لي وافقت العرس. اثرى الالم من قوته ما راح للمخ بسرعه، يمشي كذا امو كبيره الالام. يوم وصل مخي قلت الشيخ عن لك شوي واخر شوي بس. قال شوله؟ قلت بصرخ وصيح شوي. ألم فظيع فظيع. المهم هاشها وقال وين انت عن اللي بساحات الجهاد وانت ولد ظلال وانت خكري وانت وانت. قلت واخر بس وين الباب؟ قريت ساوي انت؟ قال لي. قلت وين الباب؟ قال لي منه واطلع لما الباب سدوي يستقبلنا النيرس حقه. عمر يعطيني ورقه الحجبه 40 يوم ما تاكل نشويات ولا بقوليات ولا لحوم ولا ولا ما تاكل شيء، ما تاكل شيء 40 يوم الا استثنى تيس مخصي مقطوع من سلاله لو القى التيس ذا تلقى سعره ب10 مليون اللي تطبقه المواصفات ذا ما يقدر يدبره ولا ساحر. طلعت من عنده وشكر الله اسمي اللي بزعت ورحت ونمت. يوم قمت قلت من اني من عند رجليني ذا، ووخر بطانية ذا واترن رجليني على هالكبر منتفخات جاي ينشمم. ومراجي ودق على الشيخ قلت يا شيخ. قال هلا. قلت طلت غدا طولي 280 انتفخ رجلين وش زي ناكل مضاد. قالت لا لا تعلمي وانكس لامه. ادخل عليه عدو يحس انه مزحوم يقول للنيرس حقه اغلق الباب ولا يلج علينا احد. انا يوم قال لا يلج علينا احد وانا داري انه بات، قال لي ما تقدر تستخدم اي شيء ولا مضاد ولا ذاك مكركوك ذاك الاسود ذاك، ما تقدر تستخدم شيء لانه يحوس الحجبه لازم تصبر 40 يوم. المهم يوم جيت اطلع من عنده قال شف هذا من اكبر الاطباء الشعبيين اللي يعالجونه بوجه جايين عندي عالج، يعني يقول
يعني هو عالما انه فوق كل ذي علم عليم، اني هذا طبيب يعني طبيب شعبي وانا جاي اتطبب عندي. قلت هذا وش طريقته؟ طلع هذا بقريه قريبه من بريده اللي يجيه بوجه ذا من مكيف يا طواجهك ب 500، تعطيه 500 وطواجهك. انا قعدت ابرز برجلينه بهن شطوب وبهن عدم اتزان، طيب لو زود الضغط شوي من تطق الفقره مزحوم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في صحيح البخاري الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شرط محجم أو كية نار، وما أحب أن أكتوي، وفي رواية وأنا أنهى أمتي عن الكي. خوف والله عظيم إني بالمسعى عارف القصمام ده منساوي بعلباتهم من أول من يوم ينقطع يحول البزر عمره شهرين يضفونه اليوتيوب يبدأ يسوي معك المحل وشبه بصيحة غير بطانيته يضبط. ولا لا رحت لهذاك اللي بالمدينة، هلا والله سهل، هلا بسلم على الرجال بس حياك. لا رحت حق المدينة أو غيره ولو جايبين الناس وبواتهم عمرهم على 90 متعفطين وتسوي يعني لا سواه بغدي عمره 15 خلاص السبت ولا أحد العب السبت ولا أحد يا ابن حقه ما يقدر يرجع شباب. لا تقدر تسوي لو تزلبه بمقرصه بمقلعات ما صغر. والمريض سبحان الله العظيم تعلق بهدبه، ولكن انتبهوا من هذولا. أنا عاشرتهم 10 سنوات في المستشفى والله دجالين. تكلم عن الأغلبية أنه فيهم دجل، لا من اللي يكوون ولا اللي يقولون يبيعون فازلين وما أدري ويش ومقري ينبو حتى ذا أغلى من ذا. قلت ذا وراه أغلى فازلين، قال هذا قريته خليل مرتسين عليه. مع الله.